أكد موقع أس أند بي جلوبال في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضح بأن المملكة العربية السعودية ستبقى دولة رائدة في مجال الطاقة وليس النفط فقط. وقال الأمير عبد العزيز بعد اجتماع وزراء أوبك لتأكيد مستويات الإنتاج حتى يوليو تموز، لم تعد المملكة العربية السعودية بلدا بترولية فقط، وإنما هي بلد منتج للطاقة. نحن لسنا بلدا منتجا للبترول فحسب، وإنما نحن بلد من أقوى المنافسين في مجال الطاقة. إنتاجنا للبترول منخفض التكلفة، وإنتاجنا للغاز منخفض التكلفة أيضا، كما أن إنتاجنا للطاقة المتجددة منخفض التكلفة، وسنكون بالتأكيد منتج الهيدروجين الأقل تكلفة. إنني أحث العالم على قبول هذه الحقائق، إذ سيكون لنا السبق في جميع هذه المجالات. ويقول مسؤولون السعوديون إن توسيع الطاقة الإنتاجية لا يزال هدفا استراتيجيا للمملكة. المنتج الرئيسي الذي يظهر أكثر استعدادا بين الدول المنتجة لخفض الإنتاج لمنع انهيار الأسعار مع إطلاق العنان لقدرتها الفائضة في أوقات شح العرض. وقال الأمير عبد العزيز إن السعودية دخلت 8.48 مليون برميل في اليوم في مايو، ليرتفع الإنتاج إلى 9.49 مليون برميل في اليوم في يوليو بموجب اتفاق أوبك بلس. لكن على الرغم من أن النفط يشكل الغالبية العظمى من عائدة السعودية، إلا أن المملكة تستثمر أيضا في أشكال أخرى من الطاقة لتحقيق توازن بين تسييل مواردها الهيدروكربونية. وأيضا كونها دولة واعية بالبيئة وفق الوزير السعودي، وأعلنت المملكة في السنوات الأخيرة عن العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاوات، بالإضافة إلى استثمارات من مليارات الدولارات في منشآت الهيدروجين.